مشاهدينا مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده وحوار اليوم. منذ الامس القريب وتحديدا من 25 نوفمبر لغايه غدا ان شاء الله، هو برنامج لمناهضه العنف ضد المراه بشكل كبير جدا. والحقيقه دايما احنا بنقول ان يجب ان يكون هناك تواصل شديد ما بين الجامعة وبين المجتمع المدني وبين الإعلام في مواضيع مهمة جدا تخص الحقيقة المجتمع، لأن الجامعة هي بيت الخبرة، وإذا أصبح هناك فجوة بين الجامعة وبين المجتمع الحقيقة بيروح دور الجامعة. لكن الحقيقة دكتور حسام الكردي وكلية الآداب، اللي أنا بفخر إن أنا بنت من بنات هذه الكلية، عندهم مكان أو وحدة خاصة طوال العام تعمل لمناهضة العنف ضد المرأة. والحقيقة ترأس هذه الوحدة سيدة أعطت وقتها وعملها وعمرها سنوات طويلة جدا، وتعلمنا نحن وتتلمذنا أيضا على أيديها في العمل العام، الأستاذة الدكتورة بهية شاهين. نورتيني وشرفتيني، أهلا وسهلا. مرسي يا حبيبتي، شكرا جزيلا على الكلام الجميل. الأستاذ خالد سليمان، مش هقول كان أول لقاء ما بيننا وبين بعض من كام سنة، من 3-4 سنين، لكنه سنوات طويلة أيضا قضاها داخل المجلس القومي للمرأة، متطوعا في شكاوى المرأة، يستطيع أن يقدم الكثير. ونحن نعلم أنه في الفترة الأخيرة أصبحت شكاوى المرأة أو قضايا المرأة في الأحوال الشخصية قضايا كثيرة جدا. أهلا وسهلا بكم، نورتوني. بالأمس القريب كانت لديك ندوة كبيرة يا دكتور، يا ريت تقولي لنا بقى كانت عن إيه وإيه الموضوع الأساسي بدقيقة. هو احنا كنا في اطار الحملة الدولية اللي اطلقتها الامم المتحدة للمرأة، وهي شريك فاعل معانا في فعاليات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة اسكندرية برئاسة الاستاذ دكتور عصام الكردي. فالحملة هي حملة دولية الحقيقة، من 25 نوفمبر ل 10 ديسمبر زي ما حضرتك ذكرتي. فامبارح احنا كنا في المعهد العالي للصحة العامة على اساس ان مواجهه العنف ضد المراه. طبعا سياده العميده الدكتوره امل الصحن، امل الصحن يعني شكر واجب ليها، واساتذه المعهد كلهم الحقيقه يعني من خيره الاساتذه المتعاونين، وعاملين رسائل كتيره ماجستير ودكتوراه عن مناهضه العنف ضد المراه. واحنا دمجنا بقى الموضوعين مع بعض، اللي هو مناهضه العنف ضد المراه كثقافه مجتمع، ومناهضة العنف ضد المرأة عن طريق ما تتبناه الدولة دلوقتي لتفعيل المبادرات الرئاسية عن صحة المرأة، سواء 100 مليون صحة أو صحة المرأة المصرية صحة مصر أو جيل بصحة البكرة. فما تقوم به الدولة ومن تشجيع القيادة السياسية للمرأة، من خلال كمان ألقينا الضوء على قانون التأمين الصحي الجديد، وإن إزاي ده برضو يعتبر خطوة في مواجهة العنف ضد المرأة. فكانت الحقيقة امبارح ندوة مكتملة الجوانب، من الناحية الثقافية، من الناحية الإعلامية، لأن كان موجود معانا برضو الأستاذ دكتور طه نجم رئيس قسم الإعلام، أكيد طبعا حضرتك عارفاه، كان وايد عليا في الجامعة دكتور يعني ايوه، وكان الدكاتره بقى اللي يعني غطوا محور الصحه، يعني كلهم من جيل الشباب الواعد فعلا، اصحاب رسائل ماجستير ودكتوراه. فالمهم في الموضوع ان احنا دايما في نهايه كل لقاء بنطلع بتوصيات مهمه بنرفعها الى وحدات الجامعات الحكوميه، لان احنا نعتبر 28 وحده في كل مصر. يعني بعد فخامة الرئيس السيسي لما كلف الحكومة بمكافحة العنف ضد المرأة، فوزارة التعليم العالي كوزارة مهتمية بتنفيذ التكليفات الرئاسية، فتم تكليف الجامعات كلها ان يبقى عندها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة. فاحنا كجامعة اسكندرية وكل جامعات مصر احتفلوا يعني بحملة 16 يوم، وبكرة إن شاء الله 10 ديسمبر هو ختام الفعاليات بتاعتنا.
حضرتك هتنورينا طبعا ونتكلم عن شرف كبير. دور الإعلام في نشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة. الأستاذ خالد سليمان طبعا، أنا بقى عايزة أسأل الأستاذ خالد سليمان، سنوات طويلة وحضرتك يعني متطوعا في المجلس القومي للمرأة لشكاوى المرأة، هل احنا في ازدياد؟ هي في ازدياد قضايا المرأة، قضايا المرأة في ازدياد بسبب الزيادة السكانية ولا احنا بقينا وحشين؟ لا هي بسبب الزيادة السكانية وبسبب العولمة اللي خلت بعض الناس يتخيلوا ان معيشتهم زي معيشة الدول الأوروبية، سياسة البيزنس فقط، انما المشاعر والرجولة والشهامة والكلام اللي تربينا عليه ما بقاش زي ده. طب استاذ خالد، حضرتك اكيد بتعمل يعني مقارنة، مثلا لو قلنا من 5 سنوات نسب الطلاق كانت قد ايه والعنف ضد المرأة كان قد ايه ودلوقتي، وهل العنف ده متأثر للعادات وليس للديانة؟ يعني انا بشوف ان ناس كتير جدا بتمشي بالعرف ومش يعني بالحرام، لا هما بيمشوا بس بالعيب، يعني العيب هو اللي السائد بالنسبة لهم، لكن الحرمانية والشرع والديانة وكل الحاجات دي بيأجلوها مع العيب شوية، زي الميراث مثلا. زي الميراث هو يعني في آية قالها ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة عز وجل، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا نظرنا إلى الآية دي، الإمساك يعني المعيشة تبقى بالمعروف، صح، وإذا تم الطلاق يبقى بالإحسان. أعتقد إذا الناس كلها عملت بالآية دي مش هيبقى في عنف، إنما أنا بشوف مثلا في حالات اللي بتجيلنا من المجلس القومي مرأة حالات ضرب، وضرب بيسبب عهاد مبرح، وفي بسبب يعني أنا آخر حالة جات لي سيدة بسبب إنها لجأت للمحكمة زوجها أجبرها إن هي تمضي على إيصالات أمان، ولما ما رضيتش ضربها ضرب سبب لها في إن شكلها ما بقاش هو ده اللي ممكن تعرفيه، كتر الكدمات وكتر. طب دكتور يعني هو ضربها فين؟ فين المحيطين؟ حتى لو ملهاش حد، احنا عشنا في زمن الحقيقة ما كانش ينفع راجل يضرب ست ومحدش يتدخل، او لو حتى الجيران، انما دلوقتي انا بشوف الناس تقولك احنا مالنا، مالناش دعوة. هي ثقافة اللامبالاة انتشرت الى حد ما، يعني النسب زي ده بالظبط، ولكن في ظاهرة كانت انتشرت جدا من 5 6 سنين زي ظاهرة التحرش، وبسبب محاربة الدولة لها صح ابتدت في التقلص الى بتقل بشدة بالظبط، بسبب زيادة العقوبة في القانون، لا ووعي البنت، كانوا دايما يقولوا لأي بنت ما تقوليش ان هو عكسك او لمسك او، لكن دلوقتي عادي جدا انها البنت بتقول وبتاخد حقها، وبتغليظ العقوبة، وبان الشرطة ابتدت يعني تنشط في هذه النوعية من الجرائم، وابتدت المحاكم تغلظ العقوبة على المتحرش، وابتدى الموضوع يسمع للي نال العقوبة بين أهله وأصحابه والمنطقة اللي عاش فيها، ابتدت المسائل دي تتقلص، وابتدت في الانحلال يعني الانحصار كتير. دكتورة بهية، دراساتكم في هذا الموضوع ايه اسباب الزيادة؟ انا شايف ان في عنف اوريدي في المجتمع، يعني كان زمان لما حد يخبط حد يقول له باردون فالدنيا تمشي وخلاص، دلوقتي اللي بيبقى هو غلطان ما بيعرفش ثقافة الاعتذار، ما يعرفش يعتذر للآخر، يعني ما يعرفش يقول له أنا آسف ما كانش قصدي أي حاجة. فأعتقد إن العنف أساسا زايد في المجتمع، مش ضد المرأة بس، حتى في بعض السيدات لديهن عنف طبيعي من الظروف والحياة اللي احنا فيها. هو احنا كنا عملنا فعلا دراسة مهمة وشاركتنا فيها يعني الأستاذة الدكتورة سوزي ناشد عضو مجلس النواب وأستاذة في كلية الحقوق،
وكلنا أشرنا على نقطة مهمة. حضرتك فاكر حضرتك النبي أستاذ خالد، علاقة انتشار العنف وزيادته بثقافة الزحام. يعني فعلا رجعنا تاني مرجوعنا للزيادة السكانية وانتشار مش الجهل، انتشار عدم الثقافة نفسها، الفهم الحقيقي زي ما حضرتك بتقولي القبول الآخر، التسامح. لا دلوقتي يقولك لا أنا اللي يكلمني كلمة لازم أديله 10، لا احنا كده وحقي وافضل. يعني في شوية حتى مصطلحات غريبة دلوقتي حتى في جيل الشباب، وده اللي احنا بنعمله جوه الجامعة، ان احنا دايما بنعمل حملات توعية، أساسا توعية بالعودة إلى القيم، بالعودة إلى والخطاب الديني مهم. يعني احنا دايما برضو بيكون في استضافتنا رجال دين سواء من وزارة الأوقاف أو من الكنيسة القبطية، علشان برضو رجال الدين بيبقى ليهم يعني مدخل تاني للكلام، ان احنا نبذ ثقافة العنف. فنشر ثقافة نبذ العنف ده على خط التجريم مهم جدا. يعني هو دايما لما بنيجي نقول ننبذ الثقافة، طيب الناس ممكن تسمعنا وفي ناس توافق وناس ما توافقش، لكن لو هيبقى في تجريم للعنف اللفظي، لو في تجريم للعنف النفسي، والتجريم ده مش هيجي غير ان اللي بيحصل له العنف ما يسكتش ولازم يلجأ للبلاغ والتبليغ. في الجامعة داخل، يعني امبارح في الندوة اللي كنا فيها يعني تسألنا سؤال، طب هو الوحدة دي بتعمل ايه؟ وحدة مناهضة العنف ضد المرأة داخل الحرم الجامعي هي ملهاش سلطة جنائية، ملهاش جنائية، لكن هي توعوية على الاقل. ما بتقوموش يعني احنا ما بنقدرش للبنات. وانا رايي انه كمان الولد لازم يحضر، هو بيحضر عندنا وعملنا حمله كبيره قوي جوه الحرم الجامعي، الطلاب شاركوا والحمله كانت بعنوان لاني رجل. صح. بس بمعنى ايه؟ لاني رجل انا شهم، لاني رجل انا ما اسمحش حد يحتك بزميلتي، لاني رجل. والحمله كانت كبيره ومسمعه وقناه 5 يعني مشهوره جت صورت، فالطلبه ابتدوا يعرفوا كده. بس لما كمان اتعرف ان من حق الطالبه اللي لو تسمع لفظ لو كذا او تتعرض لاي حاجه داخل الحرم، في استمارات كده احنا عندنا موجوده في الوحده، وبتيجي تسجل الشكوى، ولو مثلا شكوى معدية حدود اللياقة داخل الحرم الجامعي بيتحول للشؤون القانونية، بس في حدود يعني اختصاصات الشؤون القانونية عندنا، ان هي مجلس تأديب او فصل لترم او عدم يعني، لكن ملناش سلطة الجنائية. يعني اغرب او اكتر اشكال العنف اللي حضرتك بتقابلها، بس يعني انا شايفه ان كمان في او ابهات وامهات ما عندهمش اي ثقافه في تربيه ولادهم، يعني عنف يعني بالظبط. يعني انا مش يعني مشكلة. شفت حادثه كده دكتور، اب وام الحقيقه يعني دول مش مناهضه عنف، دول انا كنت اتمنى انهم يتموا محاكمتهم، بس يعني مفيش قانون بيقول كده. اما يرموا ولد وبنت على السلم، ايه ده؟ يعني الواحد قلبه وجعه فعلا. في وسائل الاعلام اللي هي سابوهم في الحضانه ومشوا. طب ما شفتش حضرتك اللي عمل على الفيسبوك عايز يبيع ابنه؟ ما دي يعني، بس دي الحقيقه يعني دي تمت محاكمه في المجتمع وبيتم القبض عليهم وبيتحولوا لعقوبه، زي الاب والام اللي سبق اولادهم في الحضانه ولا مش عايزينهم، كان في محافظه كفر الشيخ تم القبض عليهم في نفس اليوم. يعني ايه يا دكتور؟ يعني مش عايزينهم جبتوهم ليه؟ الرحمه والشفقه جبتوهم ليه يا دكتور؟ والكلام من ده جبتوهم ليه؟ ما بقاش يعني انا مش عارف. في بعض الناس، بس هو المجتمع كله مش هيبقى مجتمع سليم، في بعض الحالات اللي هي سيئة
وده بيتم معاقبتهم بالعقاب اللي هو بيسمح للمجتمع ان هو يعيش في سلام طالما في ناس زي دي بتنال عقوبتها. وليه مهم جدا مناهضة العنف ضد المرأة، ان المرأة هي المسؤولة؟ انا رأيي من وجهة نظري، لان هو الرجل ده خرج من رحم امرأة. أيوة. فهي من علمته الكثير من السلوكيات، يعني قالت له خلي اختك تعمل لك كوباية الشاي. أيوة. لا انت هي اللي انت هي تنزل تجيب الحاجات وانت خليك مش عارف ايه، لا ما تسويش سريرك اختك هتعمله لك. الام اللي ربت بالشكل ده هي العنيفة. يبقى اي مناهضة العنف ده هنعرف تفاصيل اكتر مع دكتورة بهية شاهين، والحديث عن الذي يصنع العنف هي سيدة امرأة ما حاولتش انها تقول لابنها تهدده وتعطيه كم من الحنان والحب هيعطيه هو للآخر. انا دي من وجهة نظري، يعني انها ما ميزتش انها ما اعطتوش كم من الحنان. يا دكتور مش عارف، ما هو ده الحقيقة دور مؤسسي. يعني احنا برضو كنا عاملين حاجة عن ان مناهضة العنف ضد المرأة واجب مؤسسي، يعني كل مؤسسات الدولة. يعني الأمة دي أكيد بتروح مثلا أقرب مركز شباب ليها، أكيد بتروح أقرب جمعية أهلية، جمع كنيسة، الجامع بقى والكنيسة والخطاب الديني. وكلنا متابعين برضو كنا لسه عاملين حاجة عن ضرورة يعني إن الخطاب الديني يعني يكون مساند لما تقوم به الدولة من تكريم للمرأة. يعني كان لسه عندنا لقاء مهم برضو وجمعنا فيه رجال الدين من الكنيسة ومن الأوقاف، واتكلمنا في حاجة مهمة، مفيش دين إلا وكرم المرأة. يعني قام جميع يعني الإخوة المسيحيين وجابوا الآيات اللي عندهم من الكتاب المقدس الإنجيل، وكلها آيات بتحث على تكريم المرأة. الإسلام طبعا كلنا حافظين آيات أحاديث تكريم مظاهر تكريم المرأة، وخدنا يعني معلومة مهمة وخدنا يعني الاتفاق كامل ان الخطاب الديني في مصر يجب ان تشتمل خطبة الجمعة دايما على حس زي ما بنحس طبعا الأبناء على طاعة الآباء والأمهات وحسن معاملة الوالدين، احنا برضو عايزين نقول للأم ان هي برضو عندها واجب ديني تجاه يعني ابنها، ان هي بتربيه على فضائل على القيم اللي امرنا بها يعني ديننا الحنيف. فطبعا توعية الامهات، احنا برضو عملنا حاجة عن توعية المقبلات على الزواج، لان عشان احنا جوه الجامعة فعندنا السن من يعني 18 ل 25 المقبلات على الزواج اللي هتبقى ام حديثة، سواء طبعا بتوع الصحة بيتكلموا في مجال الصحة الإنجابية، وإحنا في مجال كجامعة طبعا حضرتك قلت إحنا بيت الخبرة طبعا في الصحة النفسية. المعهد العالي للصحة العامة عنده قسم كامل اسمه صحة الأسرة، ومن أهمها الصحة النفسية. فالأمهات اللي بتربي، يعني أنا دايما لحد دلوقتي بشوف طبعا وانا بجيب احفادي بقى يعني خلاص عدينا كلنا كلنا، فابص الاقي ان الام شايله الولد وماشية البنت. لازلنا الأمهات الجديدة. أنا مش كده خلص، أنا لما جات لي الحفيدة وبنت، أيوة. هي أول بنت، أول حفيدة، يعني كنت في قمة السعادة طبعا إنها جاءت بنت. يعني ليه لا، يعني اصطفى البنات على الدنيا، يعني رزقهم كمان واسع قوي. لا لازالت هو ده ثقافة الذكورة. لا، الثقافة الذكورية لا تزال. والغريبة اللي انا اندهشت لها فعلا انها في السن الشباب الامهات الجديدة، ان هي لسه عندها الولد بيتشال والبنت تمشي ان شاء الله. ما دي يبقى احنا كده الحقيقة برضو لازلنا كمؤسسات ككلنا يعني مش طيب. انا عايزة اسأل استاذ خالد، انت شفت ذكر يضرب زوجته وبحثت في القصة؟ أكيد حضرتك هتجد إن هو كان بيتضرب في البيت طبعا. هي المسألة كمان مش كده، هي المسألة أو إن والده كان بيضرب والده صح بالظبط. هو استقى
الموروثات، القوة، ازاي القوة بدنية بالظبط كده ان يفرض اوامره. ده في اكبر منه ده يا استاذ خالد، يعني اذا كانت القوة البدنية فهي ممكن تجيب له حد اكتر يعني. بس هي المسألة ان دي بتبقى مسألة مدمرة طبعا لان الاولاد بيشوفوها، والاولاد بيتربوا على هذا المنهج وبيتربوا غير سويين نفسيا. فإنما برضك عاوز أقول إن ألعاب الأطفال في الكمبيوتر ما هي إلا عنف فعلا، والأفلام اللي بنشوفها الأجنبية ما هي إلا عنف، والأفلام المصرية في بعض الأفلام المصرية ما نجد فيها العنف بطريقة شديدة. أي بس أيوة دي مكتسبات جديدة في التربية، يعني حاجات دخيلة علينا بتربي معانا، لكن لكن الأم هي المدرسة الأولى، هي الحاضنة. عاوز ينفذ كلمته ينفذها عن طريق القوة والعنف، ودي قمة الضعف، ودي قمة الضعف، ومش كل المسائل تمشي بالطريقة دي. دكتورة بهية بتقولي لبناتك الطالبات إيه لمناهضة العنف؟ ألف به كده، ألف به علشان الدنيا تمشي، علشان المقبلات على الزواج، لأن حضرتك عارفة كويس قوي أن نسب الطلاق مرعبة مرعبة في حديث الزواج. هو أنا الحقيقة على مستوى يعني أنا بشرف بأني أستاذ في قسم الأثار اليونانية الرومانية في كلية الأداب، على مستوى القسم بتاعنا بس لقيت أن نسبة الطلاق، مش عايزه اشوه صوره الاعضاء، لا مش مساله ده القسم، هو وحده في مجتمع فقسي على ذلك في الاسره الاقي. فهي ده يرجع لايه ويدخلنا يعني في مناقشات كتيره مع المجلس القومي للمراه، الاستاذ خالد يعني كان يعني يذكرني ارتفاع نسبه الطلاق المرعبه. ده راجع لايه؟ راجع ل اولا يعني زي ما قلت لحضرتك الخطاب الديني اولا، وعدم وجود التكافؤ في الاختيارات. يعني احنا ما بنعلمش برضو في عندنا برضو مراكز صحه نفسيه داخل كليه الاداب ومراكز الدعم النفسي، وبنعمل توعيه للبنات عندنا كيفيه اختيار الشريك. يعني انا فاكره ان ايام ما كنا بنشارك في الحملات الانتخابيه وكيفيه اختيار المرشح وخلي بالكم وانتوا بتختاروا وكده، فاحنا بنعمل زيها بالظبط جوه الجامعه زي ما بنعمل ازاي تختاري شريك الحياه. الوعي مهم جدا في اختيار الزوج، وده برضو وظيفه الاعلام، الخطاب الديني والتعليم. يعني برضو عندنا دكتور احنا عايزين يعني ان شاء الله هنقول الكلام ده بكره، بس لازم نفهم ان الاعلام مبقاش تلفزيون وراديو بس، السوشيال ميديا بقت مرعبه برضو. لا وبعدين لازم نفرق برضو في العنف بين الدراما والاعلام، يعني في يعني هنقول اكتر بكره عندنا متسع وقت، لكن برضو انا بقى اعول على البيت، الام ما بقتش فاضيه، الام مش مركزه مع اولادها. يعني دكتوره بهية ما اعتقدش ان انت في يوم ما شفتيش ولادك وبصيتي ورقبتي على الوش وشفتي مين صاحبتها ومين زمايلها حتى في الجامعه. ما احنا طول عمرنا لنا زملاء في الجامعه رجال وكانت العلاقه طبيعيه وعاديه، لكن ما فيش حد يعني اللي بيحصل دلوقتي حتى داخل الحرم الجامعي. هو ليه اسمه حرم؟ عشان له تقاليد. انا دايما اقول له احنا اسمنا حرم جامعي، ساعه ما تعدي البوابه انت دخلت في الحرم الجامعي، يعني انت ملتزم بتقاليد هذا الحرم. ابسطها احترام الاساتذه، احترام زميلتك، يعني في تقاليد ما ينفعش. يعني الحمد لله دلوقتي بقيت الاقي طول الوقت عندنا في الكليه ان البنطلون المقطع غلط، اللي مش عارفة ايه ممنوع. لا يعني الحقيقة برضو قطاع خدمة المجتمع والبيئة جوه جامعة اسكندرية وطبعا من خلال السادة الوكلاء اللي هم في كل كلية موجودين، لا بدأت قبول الحراك، يعني في حراك داخل هو الجامعة. خالد نبهني الحاجة، انا فعلا كنا بنعاني من فترة من فترات مسألة التحرش طبعا، بس دلوقتي
مش هنقدر نقول ان انتهت يا استاذ خالد. لا لا ما انتهتش، بس هنقدر نقول انها بقى في رادع. من امن العقاب اساء الادب. اساء الادب هما لما رجال القانون يعني فعلا خير من يحدثون عن ان اللازم اللي هي حكايه العصا والجزره وآلية تنفيذ العقوبه اسرع اسرع، والاهتمام بالشرطه كان اهم. ايوه، فابتدت الجريمه تنحصر الى حد ما وما انتشرتش، هي في تقلص. لا وكمان يا استاذ خالد ان البنات بقى يعني احنا دايما برضو بنعمل حملات جوه الحرم الجامعي، ما تسكتيش. ايوه اكسري حاجز الهوان. لا دلوقتي البنات بقت بتقول وعارفه، ودي انا عندي طالبه يعني في امتحانات الشفوي مثلا عندنا بتبقى زحمه جدا وبيبقى التكدس كبير قدام اللجان، ففي حصل تحرش مثلا بين طالب وطالبه، جابته قلت لها انا معجبه بيكي جدا، جابته وجايباه مش هسيبك، قلت لها برافو عليكي ما تسيبيهوش وما تتكسفيش لان ده حقك اللي احنا النهارده هنبقى واحده واحده بامثال البنات الشجاعه دي. الظاهره دي ايوه، وبعدين هيبقى حدث وهيبقى موصوم ان هو عمل كده في زميلته، هو بقى موصوم وهي بقت متشرفه طبعا ان هي لم تقبل ولابس جسدها اي احد وما اتكسفتش. هتتكسف يعني هو بس يا دكتور احنا والله العظيم لو اخذنا الحرام وسيبنا العيب طبعا يعني المسائل ويقول لك عيب مش عارف يعمل ايه، عيب البنت تقول ان ولد هو مش حرام انه يلامسها، انهي اصعب؟ لا بس يعني الحقيقه الظاهره برضو تعتبر اتقلصت، يعني يمكن الاستاذ خالد صح. ما هي اللي انا بقوله ان ما تبقاش هي السبب بسكوتها، يعني بسكوتها ايوه يخليها هي السبب تمام. فهي وانا اعتقد ان برضو العنف ضدها بسكوتها، ما هو لو ضربها مره وهي لم تقبل على، بس احنا برضو احنا تربينا في مجتمع الى حد كبير الام تفضل يا بنتي يعني ما فيهاش حاجه لما ضربك خلاص هتروحي فين بولادك هتعملي مش عارف ايه. هي الى حد ما كانت بتمنع ظاهره الطلاق يعني انتوا تضربوا واحنا نقعد عايزين ساكتين ولكن ليه يا استاذ خالد يعني ولكن هي يعني كان المقصود انها تتعامل بلطف مش بعنف تجاه أيوة. المشكله العنيفه فكان عشان كده المثال كان فيها عقلانيه شويه، فالعقلانيه دي هي اللي كانت بتحافظ على المجتمع. انت حضرتك دلوقتي بتشوف الاسره، كان زمان كلهم بيجتمعوا على طاوله الغداء على طاوله العشاء أيوة. دلوقتي هم قاعدين كلهم مع بعض، كل واحد مجتمع مع الموبايل بتاعه ومحدش بيكلم حد، فبقت في انفصال. بس شوف الأستاذة منى جاد هي من الناس اللي اشتغلت في العمل العام سنوات، بتقول ايه؟ بتقول هي لسه راجعة من ندوة عن العنف ضد المرأة ووجدت نماذج كثيرة جدا يعانينا من العنف المسألة. على فكرة ده مش في مستوى اجتماعي معين، ده في كافة المستويات تربية. لا عشان كده عاوزين نعدل في القوانين. هي محتاجين تعديل قوانين الحقيقة، زي ظاهرة القضاء على اي شيء سلبي. انا وجدت ان في بعض الدول العربية وخاصة دول الخليج في اسراع في حل مشاكل القضاء الاحوال الشخصية، بان بيخلي السيدة ويجيب جوزها قدامها وينظر جميع المشاكل، جميع المشاكل اللي هي الطلاق، النفقة، ضم الأولاد، حضانة الأولاد، كل ده بيصدر بيها حب، ينزل جميع المشاكل مع بعض. هنا في مصر ما تقدريش تعملي كده. ليه؟ لأن كل قضية مستقلة بذاتها. يعني النفقة غير الطلاق غير الضرب غير وابتدوا يفعلوا غير الخلع الأجهزة الإلكترونية في الدعوة طلب الحضور عن طريق الواتساب. هنا ما زال طلب الحضور، اي سيده تلجا الى المحكم عن طريق الاعلان، عن طريق المحضرين اللي يروح يلاقيه ويلاقي عنوانه غلط او ما يلاقيهوش، وتفضل القضايا تتاجل. فلازم
ندخل في المنظومة بتاعتنا تقنيات حديثة. التقنيات الحديثة الإلكترونية اللي تواكب العصر اللي احنا عايشين فيه. دكتور عايزة أسأل يعني أنا يعني استكمالا لكلام الأستاذ خالد، إن ضياع وقت وعمر وطاقة المرأة، يعني إحنا دلوقتي بنلوم على الأم، طب لما الأم عندنا 2 مليون أم بولادهم، يعني لو قلنا معاهم كل واحدة 2-3 فإحنا بنتكلم في حسبة 4-5 مليون مصري كده، مش مركزين في الحياة. هي الأم مثلا ترفع قضية نفقة ويفضل طليقها يتهرب من النفقة لمدة 4-5 سنين، هذه الأم اللي أصبحت معيلة، ده عنف برضو. وإحنا كنا اتكلمنا عن ظاهرة العنف في قانون الأحوال الشخصية، أكبر عنف بتقابله المرأة الأم المصرية ما بتاخدش حقها، ده واحد. ولازم يعني زي ما كنا سمعنا مؤخرا يعني أستاذ خالد، تجريم التهرب من النفقة أهو ده اللي لازم يجرم. يعني خلاص هو البنك بنك ناصر، ناصر هو بيدفع وبعدين بيتقاضى. لا دي برضو زي ما فهمنا برضو من مكتب شكاوى المرأة، ان بنك ناصر له حد معين والباقي بيجروا ولا الطليق ده، والطليق ده بقى يفضل يجيب بقى انه بيعوه للناس ومتجوز ومخلف فالأم هي هتركز في تربية ولادها ولا في الجري؟ انا شخصيا كنت بروح المحكمة علشان كنا عاملين دراسات ميدانية، كنت بشوف الولاد الصغيرين متبهدلين على السلالم. يبقى نفسي يعني اسوي نفسين ازاي دكتور؟ ونتكلم عن العنف ضد الطفل، يعني الام اساسا احنا بنواجه في الام والاب بقى، بكلمك بامانة، الام والاب الود وولادهم المحكمة هما الاثنين مجرمين. اه والله كلمك بامانة. لا بس هي الام برضو تعتبر بتعايزة تحصل على حق ولادها، لكن الاب المتهرب هي هتعمل ايه؟ هي الملجأ لها المحكمة. هي الملجأ لها المحكمة بس يعني، لان في حالات اخطر الحالات حضرتك اللي بنواجهوها، ان الاب مجرد ما يتعارك مع الام يفتح باب الشقة ويكرشها رواية بلا مسكن مثلا. صحيح هترجع ازاي؟ لازم تروح قسم الشرطة، ولازم الشرطة تودي الموضوع للنيابة، النيابة العامة ساعات تحفظ المحضر وساعات تحوله لنيابة الأسرة، لأن نيابة الأسرة هي المنوط بها إصدار قرار التمكين. عشان كده مهم جدا إن احنا نتكلم. 5-7 شهور يعني بلا بيت في الشارع بلا بيت. عشان كده برضو التعليم ده سلاح. اه طبعا. عشان كده انه التمكين الاقتصادي للمرأة مهم جدا جدا، هو من ينفع يدفع عنها العنف بشكل كبير وده اللي اقره الدستور. انا هضطر اقعد ليه في البيت الا اذا كنت، وعلى فكرة فيش رجل يعني رجل دي مش ذكر في البطاقة يا استاذ خالد، رجل ده صاحب موقف. ايوه فمفيش رجل يقبل ان زوجة تعيش معاه من اجل الاربع حيطان او من اجل انه ينفق عليها، هي مش حب يعني خلاص. هي هو بالنسبة لي هو أربع حيطان، فمسألة صعبة هي، موضوع كبير جدا ولازم كلنا دكتورة نتكاتف من أجل هذه المسألة. نورتني أستاذ خالد، وربنا يجعله في ميزان حسناتك ما تفعله من أجل السيدات ومن أي من أجل أي مرأة بالفعل تحتاج الدعم أو المساندة، ومش بالضرورة تكون المساندة مادية يا جماعة، المساندة من الممكن تكون نفسية. الدعم النفسي مهم جدا حتى تقوى وتستطيع أن تربي أبنائها بشيء جيد. أستاذتنا الأستاذة الغالية دكتورة بهية شاهين وحشتينا على الشاشة، لكن نورتينا النهاردة. أنا متشكرة جدا على اللقاء الجميل ده، ودايما أنت عارفة يعني يا أستاذة أمل أنت إعلامية متميزة، وده من السنوات طويلة. ويعني أنا سعيدة أنك هتتبني معانا نشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة. وسام على صدري يا دكتور، وسام على صدري بالفعل. تحياتي كانت معكم أمل صبحي.